ما كان قال لكم ان منتخبنا كان يامل بالفوز بعدد اكبر من الاهداف يمكن في حاله لغط فيما يخص ترتيب الفرق في حال مواجهتنا مع الجزائر. احنا حاليا في المركز الاول بالتساوي مع الجزائر ست نقط ست نقط لنا سته وعلينا صفر اهداف احنا والمغرب والجزائر الفرق اللي ما استقبلتش اهداف وايضا الجزائر في نفس الوضعيه. طبعا الناس كانت بتتكلم فيما يخص البطاقات في حاله التساوي زي ما احنا في الوضع اللي فيه حاليا بتلجا للبطاقات. طبعا الجزائر عندها طرد غير مباشر نتيجه انذارين ده بيبقى 3 يعني سالب 3 مصر عندها ثلاث انذارات فايضا هي في وضع ناقص ثلاثه، اذا احنا هنا بنتكلم عن تساوي في كل الوضعيات، لو رحنا لمباراه الجزائر وانتهت المباراه بالتعادل وايضا تعادل في البطاقات هنا هنحتكم لقرعه بمعرفه الافيفا. يعني بالتاكيد الموضوع شغل راي طبعا جماهير كره القدم المصريه وبالتاكيد الامر بقى اصبح واضح جدا كل الامنيات للمنتخب مصر في مباراته المهمه والمرتقبه امام الجزائر من اجل تلاشي منتخب قوي في الدور القادم وهو منتخب المغرب الشقيق مقدم مباراتين في بدايه البطوله بشكل لافت للنظر بيسجل رباعيات بيحافظ على نظافه شباكه مقدم مستوى كويس بيمتلك ذخيره من اللاعبين المتالقين سواء حتى في الدوري المصري يمكن عندنا بدر بنون لاعب النادي الاهلي وكابتن منتخب المغرب وكمان اشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك يمكن بدر بنون ساهم او احرز هدفين اشرف بن شرقي ساهم في هدف اللي هو صنع اسيست وبالتالي منتخب قوي جدا وبالتالي مباراة منتخب مصر أمام منتخب الجزائر هي مباراة لصدارة المجموعة وتلاشي كمان مواجهة منتخب المغرب وزي ما فارس وضح لكم الأمر بسيط متساويين في كل شيء تسجيل أهداف واحد استقبال أهداف زيرو عدد النقاط ثابت فبالتالي هنروح لقاعدة اللعب النظيف حتى في قاعدة اللعب النظيف يمكن النهارده الجزائر خد طرد ولكن طرد عن طريق انذارين يعني ما خدش طرد مباشر لان القاعده بتقول لو انت انذار ماينص نقطه لكن لو طرد عن طريق انذارين بتبقى ماينس ثلاث نقط لو طرد مباشر بيبقى ماينس اربع نقط منتخب مصر ومنتخب الجزائر الاثنين ماينس ثلاث نقط فكمان هيتم حسم الموضوع ده في حاله التعادل الانذارات والكروت اللي ممكن تكون في مباراه منتخب مصر والجزائر كل التوفيق للمنتخب المصري اللي قد...